دابا غادي نوريكم واحد الصلاد اللي كتجي رائعه ومنعشه بزاف، اللي تقدروا ترافقوها مع السمك ديالكم اولا مع باقي الوصفات ديالكم كفكره، تقدروا تضيفوها المائده ديالكم. بالنسبه لهاد السلطه هذه غادي نحتاج لها الخس. كناخذوا الخس كنغسلوه مزيان 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 وكنخليوه كيقطر من داك الماء حتى كينشف. غادي نحتاجوا جوج حبات ديال الليمون اولا البرتقال، انتم كما كتشوفوا اللي قشرناهم. عندي هنايا العصير ديال البرتقال، انا خديت تقريبا حبه واحده ديال الليمون قطعتها ودرتها في مولينكس وطحنتها مزيان مع شويه ديال الماء واستعملتها. نتوما تقدروا تعصروا ديروا عصير طبيعي وتستعملوه. وفي هذا العصير درا كنزدت ليه واحد شويه ديال السكر، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال السكر السنيده. السكر السنيده كيبقى اختياري. عندي هنا شويه ديال الماء ديال الزهر وعندي شويه ديال القرفه. صافي هذا الشيء اللي غادي نحتاجه. غادي نجيبوا شي قطعه، غادي نجيب قطعه وغادي نقطع على هذا الخس هذا. بالنسبه للخس كنقطعوه بالشكل اللي هو رقيق هكا كما كنقطعوه، يكون رقيق شويه. صافي غادي نحطو في طبق التقديم. انا هنا عندي طبق التقديم، ها هو اللي غنقدم فيه السلطه ديالي. غادي نحط فيه خس، بعد ما كنكون قطعنا الخس انا هنا راه كنقطع داك القطع ديال الليمون كنزيدوهم هكا من الفوق هانتوما على هاد الشكل هذا. صافي غادي نخلط السلطه ديالي بهاد القطع هادو ديال الليمون اللي درت فيها دابا بهاد الشكل. صافي غادي نعاود نستف خص مزيان باش نقطع الليمونه الاخرى ونديرها في التزيين ديال الطبق. هنايا يعني بالنسبه لهاد العصير هذا غادي نزيد ليه شويه ديال الماء الزهر، نتوما غادي نخلطو. صافي بعد ما زدت عليه الماء الزهر غادي نصبو هنايا نتوما. هاد الشكل كنديرو غير القياس ديال العصير. هاد الشكل صافي. انا غادي نحاول نهز هاد الخص هذا شويه للفوق. غادي نحاول نهز الخص شويه للفوق. صافي بالنسبه في الاخير هكا غادي ندير واحد الرشاشه ديال القرفه من الفوق على الليمون. كتبقى غير اختياريه، غير اللي بغاها كيديرها، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. صافي كيبقى هذا الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. راه كنحطوها في الثلاجه تبرد وكنقدموها بالصحه والراحه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، شوفوا الشكل ديالها كيفاش تيجي.